طيب خلينا نبتدي لعبتنا الاولى، نشوف النهارده الاعداد محضر لحضرتك ايه. مفاجات اكيد. مش عارفه، هنتفاجئ مع بعض. 20 بوكس بقى، هنختار منهم 10. تمام. هنبتدي باول رقم ايه؟ واحد. واحد. خلينا نشوف واحد ورا ايه. ما هو سبب مقولة الكابتن الجوهري رحمة الله عليه لك يا ريت الناس كلها زيك؟ هو كان رحمة الله عليه بيقول الكلمة دي لثلاث أسباب، وقال لي للأسف يا كابتن فكري مش هتشتغل في مصر. ده الكلام ده بأمانة أمام الله. ليه يا كابتن جوهري؟ قال لي اللي انت عملته في الأردن ده ما حدش هيسمح لك في مصر تعمله. طب ليه يا كابتن جوهري الكلام؟ يمكن لو ناس وحشه هتمشي وتيجي ناس اقل، ولو جت ناس ثانيه. لانك عندك ثلاث حاجات. واحد، انت رجل خريج مؤسسه عسكريه، ضابط بيحترم نفسه وبيحترم مصر، فعمره ما هيشيل شنطه حد ولا هيتصل بتليفون يقول له من فضلك انا عايز اشتغل. ما بتشيلش شنطه حد. قلت له واتنين يا كابتن جوهري؟ قال لي اتنين، انت راجل بتفكر خارج الصندوق. انا راجل جايبك زي علاء نبيل المدرب العام، انت مدرب حراس مرمى منتخب الاردن، عملتني مدرسه الامير علي بن الحسين، عملت اشراف على كل المدربين، عملت ورش لجميع مدربي العام. ده انا ما قلتلكش تعمله، انت بتفكر خارج. قلت له طب وثلاثه يا كابتن؟ قال لي ثلاثه، انت راجل صنايعي، تبقى لابس بدله شيك وراح تركب عربيتك، تلاقي واحد بيندهلك تعالى صلح البتاع ده، بتنزل انت تصلح العربيه وتساعد. ده فكر الصنع. فالحاجات دي يا ريت الناس كلها زيك. بس انا قلت له يا كابتن لا هعمل في مصر. قال لي لا، شوف الكلام ده بقاله 8 سنين. قال لي اتحداك لو انا عايش هكلمك في التليفون واقول لك مش انا قلت لك، ولو انا ميت وانت فايد كده وبتبص في النجوم بالليل الله يرحمه، قول لي الله يرحمك انت كسبت الراجل. وفعلا كل مره يا كابتن امير اروح فايد ابص في السماء واقول له يا كابتن جوهري رحمه الله عليك انت كسبت الرهان لانك كنت بتقرا كويس قوي. الله يرحمه يا رب. خلينا نختار رقم كمان. ثلاثة. ثلاثة. ما هو سبب اختيارك لعادل المأمور بدلا من أيمن طاهر لحراسة مرمى الزمالك أمام كوتوكو؟ والله دي أنا ما كنتش مختار عادل المأمور، أنا كنت مختار أيمن طاهر، أنا والمدير الفني. لأن احنا الأسبوع ده كانت المباراة دي رؤية المدير الفني ان لو هنتغلب هنتغلب من كره عرضيه. وكان عادل مأمور الحارس العظيم كان عامل عمليه كارتليج ولسه طالع من الاصابه. فعملنا الاسبوع ده، بس كان في ضغط من النادي، من رئيس النادي والمشرف العام والكلام ده، ان هذه المباراه ياخدها عادل المأمور. فعملنا تيست، كان المدرب المدير الفني قاعد مع فرقه كلها كره عرضيه لمده 3 ايام، وانا الناحيه الثانيه بنشوف مين اللي افضل لهذه المباراه، ايمن طاهر ولا عادل مرة. وفعلا على الورق بقى ايمن طاهر. اما جينا نحط، حصل ضغط عليا كبير، ودي المره الوحيده اللي غلطت في حياتي، ان انا من ساعتها خدت هذا الدرس، اني المدرب اجنبي وهيمشي، عادل المأمور ده ابنك يا جماعه، ما لسه عامل عمليه لسه يطلع ما نضغطش عليه. ضغط جامد. كان الضغط ده بقول انا من رئيس النادي والكابتن ربنا يديه الصحه احمد مصطفى والدكتور محمود سعد. فاحنا كان الراجل متعود كل واحد بصوته هو بصوتين، يعني نقعد على الترابيزه نحط التيم. فالكابتن احمد مصطفى يقول صوت، كابتن محمود سعد صوت، وانا صوت، وهو الراجل بالصوتين. حطينا الفرقه كلها مفيش مشكله، وجينا بقى على ايه حارس المرمى. قال له ها كابتن احمد، هو عارف القصه، كان ذكي جدا. قال له عادل مأمور، ادي صوت كابتن محمود سعد، عادل كابتن عادل مأمور، عادل مأمور. انا بقى اللي هفرق، لان هو صوتين قصاد صوتين. فانا قعدت كده، والله يا كابتن امير 20 ثانيه
وقلت له عادل مأمور وحطيت وشي كده. انا مش هغير طريقتي اللي بدات معاكم بقالي سنه. بس قام ووشه الابيض ده احمر وقال يا كابتن فكري انت اول واحد هتمشي بسبب هذا القرار، انا اول واحد همشي بسبب هذا القرار. ما قالش الا عليا وعلى نفسه وعليا. وفعلا لعب عادل مأمور، تغلبنا 5 كانت كلها كور عرضيه، وفعلا الاثنين اللي مشوا انا وهو. من ساعتها معلش بحط دايما العدل اساس الملك. طبعا حاولوا ناس كتيره تغير هذا البلد قبل كده مع عصام الحضري ابدا. طيب نختار رقم كمان. 3 خدنا 3 خلاص يبقى 5. انا ماشي فردي. انا ماشي فردي. 5. عارفه فردي ليه يا كابتن اميره؟ ليه؟ لان الله واحد ونعم بالله. مين الحارس اللي بيمتلك الموهبه اكتر من الحضري ولكنه لم يصل الى ما توقعته؟ على طول وانا مغمض احمد الشناوي. احمد الشناوي ربنا اداله كل حاجه الا التحدي والاصرار والعزيمه والالتزام اللي اي حارس مرمى عايز يوصل مهما كان عندك الموهبه. حط تحت منها 100 خط بقى. 100 خط. هنختار ايه؟ 7. 7. لو انت مغمض بقى على طول. ما هو ارقام فرديه. ما هي حقيقه ندمك على رفض منصب مدرب حراس مرمى الاهلي مرتين؟ اولا انا اتنشأت او اتربيت في نادي الزمالك وانا عندي 10 سنين. ووصلت يعني ان انا لعبت حتى الفريق الاول، ولولا ظروف حرب 73 ودوري كاحد افراد وجنود المؤسسة العسكرية كان ممكن يبقى، ولكن ربنا عن لي قدر معين ان اكون كمدرب وانا عندي 23 سنة طبعا. انما للنادي الاهلي طول عمري انا بعتز بيه، لانه نادي له تقاليده اللي هي بتمشي مع شخصية فكر صالح. انا كابتن جواري دايما يقول لي انت متنفعش نادي الزمالك، والله انا بقولها كان يقول لي كده، انت مش شخصية نادي الزمالك. ده الكابتن محمود الجواري رحمه، وانا كل كلمة بقولها امين امام الله مش ان انا قدامك يا كابتن امين. فكان يقول لي كده، انت ما تقدرش تعمل تصرفات نادي الزمالك، كلمتك ومعادك واسلوبك كله. فانا دايما بعتز بالنادي الاهلي. فجالي اول عرض كان سنة 90 سوري 1981، وكان اللي جايبه اكرامي الكبير، واستنوني في المطار، ولكن الظروف في وقتها ما كانش فيه احتراف. وحصل ضغط جامد ان لا زمالك، فقعد. المرة التانية كابتن احمد شوبير بعديها ب9 سنين جالي، حتى دخل جوه نادي الزمالك وهو سامعني وقال لي عارف ان انت هتقول لا، بس انا جاي مفوض كذا. المرة التالتة بعد ما خلصت وادي دجلة انا والكابتن ابو جريشة، يا دوبك روحت البيت لقيتهم بيتصلوا بيا ان انا امسك حراس مرمى الاكاديميات. ولولا عاية انا وافقت، عشان الناس برضو مش عارف، لا انا وافقت لاني بيتي ما طلبنيش. طب ده بيتي ده اللي انا مش متربي فيه طلبني. فروحت موافق على طول، ولكن لظروف إصابة أو مرض كابتن محمود الخطيب وسفره لألمانيا لو نفتكر ثم الإمارات، خلى بقى فيه قدر تاني، كانش فيه نصيب. طيب هنختار رقم إيه؟ 9؟ 9. 9. ما هو سبب عدم احتراف الحراس المصريين في الخارج؟ بص يا كابتن أميرة باختصار تمام، وده ممكن 100 واحد يكلمك في القصة دي، ان انت ما عديديش النشأ وهو صغير للاحتراف. وده اللي انا حاولت اعمله في مشروع الميت حارس محترف. من سن 5 سنين كنت بعده للاحتراف، سواء باللغة سواء بالتصرف سواء بالاخلاقيات واللي انا قلتها. اي لاعب لازم تعده من وهو لازم صغير. تعده من الصغر، من البداية خالص. تمام، وده اللي انا بعمله مع مشروع الميني فوتبول دلوقتي. طيب هنختار رقم ايه؟ 11. خلاص حضرتك حفظت. ايهما افضل في ركلات الجزاء، الشناوي ام ابو جبل؟ اسم من الاسمين. لا ابو جبل. ابو جبل. السؤال اللي بعده،
هتختار 13؟ على طول 13. حضرتك بقى كابتن أميرة عرفتي وهبقول لك ليه رقم فعلا. الأفضل لمحمد عواد الخروج للإعارة من مصر أم في الخارج؟ يعني الإعارة في مصر ولا في الخارج؟ شوفي في عجالة. محمد عواد يمتلك صفات حارس مرمى موهوب، وبدايته كان قدرها على إيدي مع فريق الشباب، ولكن الظروف ما خدمتوش، سواء اما جه نادي الزمالك، لان كلنا شفنا محمد عواد وهو في الاسماعيلي. طيب خروجه من نادي الزمالك على سبيل الاعاره للنادي داخل مصر ولا يخرج بره؟ انا شايف يخرج بره هتبقى احسن كراجل محترف، لانه ممكن يروح اعاره ويبقى واحد قديم ويقعد له، يعني يكون غير موفق والمنتج عكسه، يبقى غير موفق يبقى. انما الاحتراف هيعيش الحياه اللي هي، وانا عارف ان هو عينه دايما على المنتخب. الرقم اللي بعد كده 15، صح كده؟ 15. متى يمكننا الحكم على مسيرة حسام البدري مع منتخب مصر؟ مع نهاية مشوار التصفيات الأفريقية. تمام. ليه؟ لأن هتبقى الأمور كلها بالنسبة له اتزنت، التقدير بتاعه بقى قد إيه في نتيجة المباراة في الآخر يعني. طيب أسيب حضرتك تختار الرقم اللي بعد كده. احنا قلنا 17 يبقى، لا احنا لسه ما اخترناش 17. طب يبقى 17. 17 ماشي. ما هي حقيقة تصريحاتك ان الكابتن الجوهري لم ينل التكريم الذي يستحقه في مسيرته مع منتخب مصر؟ والله السؤال ده قوي جدا، وبرفع التحية العسكرية للإعداد، فريق الإعداد بالكامل على راسنا يا كابتن. والله يا كابتن أمير، لأني أنا عشت مع الجنرال العظيم محمود الجواري فترة طويلة، وعشت معاه أكتر من أي مدرب من اللي عاشوا معاه فترات طويلة، لأني روحنا اتغربنا. ففي الأردن أما بتبقى متغربة بيبقى الإنسان قدامك كتاب مفتوح طبعا، مش ساعتين وبتروح. هذا الإنسان عظيم في كل حاجة، في حبه في مصر، في عطائه، في تعامله، في تواضعه، في إحساسه بكل حاجة. للأسف لما تبقى قيمة كبيرة زي دي وما يبقاش شارع في مصر باسمه وأكبر شارع في الأردن باسمه، أما يبقى الملك عبد الله ربنا يحفظه يديله قصر، وأما جه اداله القصر ما قالوش ده ليك، قال له أنا جايب لك بيت، والكلام ده قاله قدامنا اما كنا بنلعب في اليابان. قال له يا كابتن جواري انت رفعت اسم الاردن وكل الاردن بتحبك، واحنا بندعوك انك انت تبقى معانا في اوضه من الاوض بتاعتنا. اما رجع خلى ما يعادل رئيس الوزراء يروح معاه يفرجوا على 3 قصور، والكابتن جواري يختار قصر بورق أخضر، يعني هو القصر دلوقتي رحمة الله عليه للورثة بتاعته. أما يتعمل وهو ميت جنازة عسكرية وهو مش ضابط جيش طبعا في الأردن، 21 طلقة، ويجي في مصر جثمانه، شفنا التهريج اللي حصل في الجامع. لا، فهو للأسف هو قال ما قلتين لي، قال لي الكلام اللي مش هتشتغل في مصر. اتنين، قال لي يا ابني تأكد لا كرامة لنبي في وطن. الله يرحمه، الله يرحمه. محتاجين حلقات في الحقيقة نتكلم على الأسطورة كابتن الجوهري. هنختار آخر رقم 19. 19. ما هو سبب عملك في المقاولون العرب كمدرب بعدما كنت مرشح كحارس مرمى؟ ما هي دي القدر بتاع ربنا اللي خلاني كان مكتوب لك طريق تاني خلاص. يعني أنا في يوم باختصار كده حارس مرمى المقاولين والدنيا ماشية وطلعنا الممتاز، وفوجئ بالكابتن فؤاد صدقي رحمة الله عليه جايبني وقال لي أنا شفت رؤية 3 أيام إن أنت هتبقى ليك شأن كبير في حراس المرمى. فقلت له مين يا كابتن؟ أنا؟ قال لي وأنا في الوقت ده عندي 21 سنة. فقلت له يا كابتن إزاي؟ قال لي لا انا مش بروح، استخير ربنا وتعالى. قلت والله يا كابتن امير انا بعد يومين كل ما اسال حد يقول لي يا ابني انت لسه لعبت، الا واحد الله يرحمه سمير زاهي، قال لي يا عم
الراجل جايب لك فرصة بدل ما تقعد 10 سنين تسف في التراب وناس تشتمك وهتبقى مدرب. طب يقول لك تعالى اوفر لك 10 سنين. الوحيد رحمة الله عليه سمير زاهي وكان ضابط في الجيش ساعتها. فداخل اقول للكابتن فؤاد صدقي لا انا هلعب والله يا كابتن امير. دخلت راح باصص لي في عيني كده قال لي ها. قلت له رحت قلت له يا كابتن فؤاد اللي تلاقيه احسن ليا اعمله. فانا طالع بكلم لساني بقول له انت قلت ايه؟ فمين شافني؟ ربنا يديله الصحه الكابتن عبد المنعم الحاج. قال لي يا كابتن فكري انت اتجننت؟ فكري بقى ساعتها كنت. قلت له يا كابتن اصل فوق كابتن فؤاد صدقي كذا كذا. قال لي مين؟ هو نفسه استغرب كابتن عبد المنعم حاجه. قال لا 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 انا مش هسيبك. لا 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 مدرب ايه؟ فقلت له طب والنبي كابتن تقول. فنزلنا الملعب على اساس ان طلعنا من الملعب على اوضه اللبس الكابتن حاطط الكراسي وسايب كرسي وراح خلى امر واقع. والخيره فيما اختاره الله. اسطوره في حراسه المرمى في التدريب طبعا الكابتن فكري صلاح. لسه فقرتنا ما خلصتش، خلينا نروح لفاصل. بعد الفاصل لسه مكملين فقرتنا، يبقوا معانا.